عشان تعرف على تفاصيل اكثر عن هذا الكشف الاثري معنا على الهاتف دكتور محمد عبد البديع رئيس الاداره المركزيه لاثار مصر العليا. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. ولو يعني في البدايه توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين تفاصيل هذا الاكتشاف الاثري. صباح الخير عليك طبعا يا استاذه جمانه، وكل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه اعياد الميلاد. الكشف طبعا زي ما حضراتكم قدمتوا هو بيقع في مدينه اسنا اللي بتبعد حوالي 50 كيلو جنوب مدينه الاقصر. كانت جزء من الاقليم الثالث من اقاليم مصر العليا واقاليم الصعيد، ثم اصبحت بعد ذلك في العصر اليوناني الروماني هي عاصمه الاقليم نفسه. مدينه اسنا طبعا ذاخره بالاثار، وتعتبر متحف مفتوح للعصور التاريخيه والاثار اللي موجوده عبر العصور من العصر البطلمي والعصر الفرعوني حتى العصر الحديث. كانت الدولة يعني معنية بأن هي تجعل مدينة اسنا فعلا متحف مفتوح يعني مضيف للزائر اللي بيزور الأقصر وبيزور أسوان وبيعدي على اسنا، فده يبقى إضافة جديدة وإضافة مميزة هي مدينة اسنا كلها، لأن مدينة اسنا طبعا زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك هي يعني متحف مفتوح بيضم اثار اسلاميه واثار من العصر الحديث واثار من العصر الفاطمي والمملوكي وعصر محمد علي، فكل ده طبعا في تناغم جميل جدا. كان الحفاير اللي احنا عملناها في غرب المعبد الحالي او مجاوره وملاصقه للمعبد الحالي هي طبعا جزء من هذا المشروع اللي يعتبر بندرسه دلوقتي او بتدرسه الدوله عامه، ووزاره المجلس ووزاره الاثار ومتمثله في المجلس على الاثار هو طبعا جزء من هذا المشروع الكبير اللي عايز يعني عايزين نخلي مدينه اسنا هي متحف مفتوح. وفعلا بدا بالفعل اكتشاف او في تطوير وكاله الجداوي والقيصريه والمعاصر الزيوت والمنازل والمآذن اللي هناك كلها بنطورها، ما بنزلش حاجه لكن بنطور هذه هذه المنازل وهذه الوكالات والسويقات اللي موجوده. فطبعا الحفاير كانت تمت في غرب المعبد الحالي اللي هو من العصر الروماني العصر البطلمي، كان في امتدادات للمعبد طبعا الى الغرب من الصاله اللي موجوده حاليا. ايوه حاولنا ان احنا طبعا انا عايز اتوقف اللي هو عايز اتوقف يا دكتور. اكتشفنا طبعا مقصوره بقايا مقصوره، المقصوره دي هي امتداد طبيعي للمعبد في العصر البطلمي وهي جزء منه. لسبب ما في العصر الروماني انهار جزء المعبد او بقيه المعبد من الخلف، واللي احنا طبعا بنحاول دلوقتي ان احنا بندور على الاجزاء بتاعته، فلقينا طبعا مباني من العصر الروماني بتمثل حمامات، والحمامات دي طبعا تشبه الساونا اللي هي بتحاول بيبقى فيها ممرات للهواء الساخن النيران وفيها ممرات لمرور الماء الساخن بما يشبه الساونا حاليا، انه حد يدخل الحمام يقدر يعني يقعد في الحمام ويبقى بخار الميه هو مالي المكان كله. وده طبعا كانت مشهوره في العصر الروماني او العصر البطلمي والروماني. لقينا طبعا مصنع للسلاح من عصر محمد علي. لقينا بعض القنابل اليدويه اللي كانت مصنوعه من الفخار. لقينا الغليون اللي هو ما يشبه دوت البايب اللي هو من العصر العثماني. لقينا لوحه من العصر العباسي عبارة عن شاهد قبر، ربما تكون شاهد قبر، ما بعض المباني طبعا اللي بتروي حكاية يعني مدتها 2350 سنة، هي من العصر البطلمي وحتى العصر الحديث. في طبقات أثرية حوالي بسمك حوالي 10 متر كلها مليئة بالشواهد الأثرية اللي بتروي تاريخ اثنا وبالتالي تاريخ مصر عامه. ايوه عايز اتوقف عند الحمام الروماني يا فندم. حضرتك ذكرت ربما ان يعني ويمكن سمعنا كمان في التقرير ان كان في ممرات للهواء الساخن وللماء الساخن، وكان الـ في العصر الروماني كان بيستطيع الشخص ان هو يخش وزي ما قلت ياخد حمام البخار بتاعه يقعد في الساونا براحته. المعبد او الحمام ده وجد يعني نسبه قد ايه موجوده منه، وهل يمكن استغلاله جيدا سياحيا ولا في نماذج اخرى ليه؟
هي طبعا في مصر عامه في نماذج كثيره جدا في الفيوم وفي اسكندريه وفي المنيا وكل تقريبا محافظات مصر موجوده فيها نماذج الحمامات ديت، ويمكن شبه كامله في الفيوم وفي اسكندريه، هي شبه كامله تقريبا مش ناقصه اي حاجه. هنا بيبقى طبعا لو احنا حبينا ان احنا نكمل الجزء ده، احنا الاول هنشوف لو هو يعني الحمام ده موجود على عناصر ذات قيمه، يعني موجود فوق عناصر ذات قيمه، فطبعا هنقدر لازم نفككه وننقله في مكان تاني. لكن لو ما فيش تحتيه حاجات ذات قيمه فهيفضل هو طبعا هيترمم، وهنستكمله الى الحد المسموح به، يعني اللي بتسمح به اللوائح او المتعارف عليه، يعني اللي هو الارتفاع اللي موجود دلوقتي مثلا في بعض الاماكن فيها متر او مترين. لكن العناصر تقريبا شبه كامله، لانه طبعا لسه الحفار ما خلصتش، احنا بنستكمل الحفار في باقي الاجزاء، فهو حمام طبعا كامل. والحمام ده كان منتشر لانه كان طبعا الرومان بيهتموا بالنظافه الشخصيه، وكانت بتوجد حمامات خاصه في المنازل الخاصه او حمامات عامه لعامه الشعب، وكان للاستحمام مش لقضاء الحاجه، هو كان للاستحمام. عشان كده زي ما بقول لحضرتك كان في ممرات لاشعال النار ودخول البخار الساخن واحواض للمياه، ويعني يعتبر حمام كامل من اللي ما يشبه الحمامات اللي هي زي حمام التلات او خلافه اللي كان موجود في العصر الحديث. دكتور محمد، الفريق القائم على هذا الكشف الاثري هل كان كله مصريين ولا تم الاستعانه بخبرات اجانب؟ لا طبعا، هو الحفائر المجلس الاثار المنتشره تقريبا في 27 محافظه، هي كلها طبعا في كل محافظه فيه حفائر تابعه للمجلس الاثار هي مصريه خالصه يعني. وانا طبعا عايز اقول لحضرتك كمان، يعني يمكن زي ما الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاثار وضح في اكثر من مداخله او في اكثر من لقاء، انه يعني انه حتى الترميم دلوقتي بقى بايدي مصريه خالصه، ترميم اسم عامه بايدي مصريه خالصه. الحفاير اللي موجوده في المحافظات كلها وفي معبد اسنا هي حفاير طبعا مصريه خالصه بكل تخصصاتها من العصر الاسلامي والعصر الحديث ومن العصور الفرعونيه، متخصصين مفتشين اثار متخصصين في كل الفترات التاريخيه. انا كمان عايز اقول اضيف لحضرتك انه احنا كمان يعني يمكن تقريبا 40% او 50% من البعثات الاجنبيه اللي شغاله مصر هي طبعا الاعضاء بتوعها 40% او 50% منهم مصريين، مفتشين اثار مصريين يشتغلوا مع البعثات جنبا الى جنب. وطبعا صحيح، والحقيقه احنا عندنا خبرات وكوادر دلوقتي يا دكتور محمد. الحقيقه لو هنتكلم حتى في مجال الاستكشاف او حتى مجال الترميم، الحقيقه هايلين، يمكن شايفين كمان في المتحف المصري الكبير، شايفين مرممين ومرممات هم القائمين على كل القطع الاثريه الموجوده هناك. ده بخلاف اصلا انه موجود هناك كمان معامل ترميم في المتحف المصري الكبير. لا الحقيقه يعني احنا عندنا خبره وكوادر اصبحت دلوقتي عظيمه الحقيقه في هذا المجال تحديدا. طبعا انا يمكن الترميم بالذات هو طبعا من حوالي 5 سنين واخد طبعا وضعه في الاثار المصريه. يمكن احنا عندنا في مصر العليا، انا اتكلم بس على مصر العليا، فيها في ترميم في معبد ابيدوس، في ترميم في دندره في انا، في ترميم في الكرنك، ترميم طبعا دقيق، وترميم معماري، في ترميم في هابو، مدينه هابو معماري وترميم دقيق عن اظهار نقوش، في ترميم في اثنا. طبعا اثنا في الفتره الاخيره اظهرت طبعا النقوش بشكل جميل جدا، ما فيش مثيل ليه ولا يضارع معبد اثنا في الوانه وفي جمالها وفي تميز وتفرد موضوعاتها الا مقبره طبعا نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني ومعبد دندرة، جميلة جدا. يعني انا بعتبر انه معبد اثنا هو يعني المثال الاجمل من كافة المعابد المصرية، وانا بقول الاجمل مش ان هو احسن يعني احسن هو احلى واحلى احسن من دندرة. المعبد دندرة يا معبد اثنا بالوانه وموضوعاته غريبة جدا ومميزة جدا وشيقة جدا، لانه احنا بنشوف على سقف اثنا مثلا بعض الاجرام اللي تقريبا مش موجوده دلوقتي او اتحركت من مكانها، يعني صورها المصري القديم صحيح على السقف الى حد ما. دلوقتي في بعض الباحثين بيدرسوا وبيقولوا ان بعض الاجرام اختفت من ايام معبد او
تسويها على سقف معبد إثنا وحتى الآن أو اتحركت من مكانها، فده طبعا يعني سجل سجل فلكي جميل جدا. صحيح. وفيه كمان مناظر مميزة هي عبارة عن ولادة القمر منذ الهلال أو منذ اليوم الأول حتى آخر الشهر 14 يوم و14 يوم في تفرد جميل جدا ومراحل يعني بألوان، وفيه كمان 24 عمود في معبد إثنا، كل تاج عمود مختلف عن الآخر. وحضرتك لو انت رحت زرت المكان مش هتقدروا يعني تميزوا الاختلاف ده الا في حاجات دقيقه جدا. صحيح. لانه حتى معمول بشكل يعني مش ما يفاجئيش، يعني ما تحسش ان في مفاجاه. صحيح. او في اختلاف في التاج العمود. صحيح. معبد إثنا حكايه جميله جدا. اكيد. يعني هي حكايه طبعا جزء من الحكايات المصريه القديمه. صحيح يا فندم، وبالفعل يعني زي ما بيقولوا يعني كل اكتشاف اثري يعني بينور حقبه من حقب التاريخ المظلمه، ما بيدللنا على اشياء، بيحكي لنا عن حكايات، منها حكايه الاجرام السماويه وعدد كبير جدا من التفاصيل الخاصه بالحقبه التاريخيه دي. بنشكرك يا دكتور محمد عبد البديع، رئيس الاداره المركزيه لاثار مصر العليا، شكرا جزيلا لحضرتك.